السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء النبي الأمي الأمين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة من حلقات مدونة جيل تاني، طبعا دوت الشكل الجديد بتاع الفيسبوك 2016. حلقتنا النهاردة إزاي نزود إعجابات الفيسبوك ونزود عدد المعجبين لنا في صفحتنا على الفيسبوك. أول حاجة وأول خطوة هنشرحها وهي الطرق اللي احنا هنقدر نحصل بها على المعجبين. اول طريقة اللي هي بتتاح حاليا فيسبوك مقابل مادي او مقابل النقود، وهي ترويج الصفحة. تبدأ تضغط هنا او ترويج من تحت من هنا، بيبدأ يفتح لك المنظر ده. طبعا هنا بيقول لك ده شكل الاعلان بتاعك على الكمبيوتر، وهنا شكل الاعلان بتاعك على الموبايل، وهنا شكل الاعلان بتاعك في العمود اللي بيكون على اليسار. طبعا هو مش ظاهر هنا عشان ممكن اداة حظر الاعلانات الاد بلو بلس اللي انا حطيتها عندي. تاني حاجة ان هو بيحط لك الوصف القصير، بيحطه لك هنا، يعني انت الكلام اللي انت عايزه يظهر هنا بتبدأ تحطه كوصف قصير في حول الصفحة أو أباوت. تمام. طبعا بتبدأ تحط هنا لو عايز تحدد صورة معينة غير ديت، ممكن تضغط تحميل صورة أو تحديد صورة من على الفيسبوك، أو إعادة ضبط موضوع الصورة، ممكن تحطها بأكتر من شكل. هنا الجنس، لو عايز الصفحة بتاعتك مهتمة بجنس معين، النساء أو الرجال أو للجميع. العمر، لو بتهتم بفئة عمرية معينة او للكل، هيبقى من سن 13 سنة اللي هو ادنى سن اللي عامل حساب على الفيسبوك، لأكبر ل 65 سنة او اكتر. هنا لو عايز تحدد بلد معينة تستهدفها، الصفحة بتاعتك بتتكلم عن اخبار مثلا لمصر، فهيبقى انت عايز الاعلان بتاعك يروح للمصريين بس، فبتحدد الموقع مصر، او ممكن تشيله خالص، او ممكن تحدد بلد تانية بانك تكتبها هنا او بتحددها من على الخريطة. الميزانية، الفلوس اللي انت هتدفعها. الفيسبوك محدد لك قيم معينة وهي من اول $50 لحد $1000. $50 بتبدأ يجي لك 118 لايك ل 472 لايك يوميا، والالف لايك والالف دولار من 9449 لايك من 2362 لايك ل 9449 لايك. تمام. وممكن انت تحدد القيمة بنفسك، بيبدأ من $1 إلى ما لا نهاية. اللي أنت عايز تدفعه بتبدأ تدفعه. تمام. بيبدأ من $1، ما ينفعش نص، أقل قيمة $1. تمام. وأعتقد يجوز الكسر. تمام. $1 مثلا. المدة اللي أنت عايز تجمع في عدد اللايكات، هو طبعا بيبقى محدد لك مثلا 1000 لايك، بيبدأ يجيبهم لك على في 7 أيام أو في 14 يوم أو في 28، بس في النهاية هتحصل على نفس عدد اللايكات. تمام. أنت بتبدأ تنشرهم على مدد معين. هنا عايز تبدأ الإعلان من إمتى؟ تبدأه من ميعاد معين. الدفعة أو العملة اللي أنت هتدفع بيها، الدولار الامريكي او الجنيه المصري او الجنيه الانجليزي او الاسترليني او الين الياباني، اي شيء، او الدرهم الاماراتي. عموما ايا كان، هو متاح في معظم العملات ديت. اول طريقة معانا. تاني طريقة وهي الاعلان عن صفحتك عن طريق بطريقة مجانية. اول طريقة معانا وهي بموقع اللايك نشر. الموقع دوت او المواقع ديت بتبقى عبارة عن تبادل الاعلانات. شخص بيحط صفحته على الموقع وانت بتحط صفحتك على الموقع. انت لما بتعمل له لايك بتحصل على نقاط، لما اي حد تاني بتحصل على نقاط من الشخص اللي انت عملت له لايك، ولما اي حد تاني يعمل لك لايك بيحصل على نقاط منك انت. فانت بتبدأ تملى النقاط، تكتر النقاط بتاعتك عن طريق عمل لايكات للاشخاص التانية، والناس بتعمل لك لايكات وبتاخد من النقاط بتاعتك وهكذا. ولكن الطريقة ديت غير محبذة بالمرة، وذلك لأسباب. أول سبب إن معظم الأشخاص ديت بتعمل فيك أكاونت أو حساب هو ما بيستخدمهوش،
بحيث ان هما بيقعد ما يعملش لايكات كتير من حسابه هو الشخصي عشان ما تزعجهوش الصفحات دي. تاني حاجة ان الزوار دولت الفيسبوك عارفة ان هما جايين من الموقع ده، وبالتالي بيعرفوا ان الصفحة برضو ما فيهاش، ان الزوار دولت مش مهتمين بالصفحة دي، وبالتالي الاخبار بتاعتك ما بتظهرش في التايم لاين بتاعهم او اخبر او اخر الاخبار او الصفحة الرئيسية عندهم، وبالتالي ما بيبقاش في تفاعل، بيبقى عدد لايكات وخلاص. تمام، فاعتقد ما لهاش اي لازمة، واعتقد احنا عدد اللايكات احنا عايزينه على اساس التفاعل يكون كتير. الموقع ده بيتيح سبسكرايب لليوتيوب وفيوهات لليوتيوب، وكذلك بيتيح الفان بيج او معجبين للصفحة بتاعتك، وفي تويتر بيتيح متابعين، وفي الانستجرام متابعين برضو، وفي ساوند كلاود متابعين، وفي جوجل بلس زائد واحد او اعجابات. الويب سايت ترافيك زوار للمواقع. التسجيل في الموقع ده سهل، تبدأ تضغط ريجستر، بتملى البيانات اليوزر نيم، هنا بتحط الاسم اللي انت بتبدأ هتدخله، كل اما هتخش هنا مثلا ان اللوجن هتبدأ تدخل يوزر نيم، وليكن ان احنا ندخل جيل تاني. طبعا اليوزر نيم ده ما ينفعش يكون متكرر. ايميل، بتبدأ تحط ايميلك وتحط معلوماتك، هنا بتكتب الايميل تاج كمان مرة. الباسورد، بتكتب باسورد اللي انت تخش بيه واللي انت هتكتبه هنا، والجندر اللي هو الجنس بتاعك، وبتحدد دولتك. طبعا هو بيقدر يحددها من المتصفح بتاعك ومن معلوماتك. هنا بتبدأ تكتب الكلام اللي بيكون مكتوب، اللي بيكون ظاهر عندك، ولو مش هتعرف تكتبه ممكن تبدله من الزرار دوت، وبتبدأ تكتب سبميت. والخطوات سهلة، وفي شروحات كتير للموقع دوت ممكن تتابعها. ولكن زي ما قلنا الموقع دوت مش هتقدر تستفاد بيه الاستفادة الكاملة. تاني حاجة، تالت طريقة، وهي طريقة الإعلان، إنك أنت بتبدأ تحط المحتوى بتاعك، سواء كان معلومات، سواء كان شيء ترفيهي، سواء كان معلومات عن شخص معين، سواء كان أغاني، أفلام، موسيقى، مقاطع صوتية، فيديوهات، أيا كان محتوى مدونتك، معلومات طبية، أخبار. بتبدأ تاخد أي شيء مميز من صفحتك، شيء يجذب الانتباه. مثلا اللعبة ديت حازت على عدد كبير من المتابعين من كل الفئات، أنا مثلا عارضها عندي على الصفحة، ببدأ أخد مثلا كلام أنا كاتبه عندي، كاتب هنا العنوان تحميل وشرح لعبة بوكيمون جو، وهنا بحاطط العنوان بتاعها على المدونة، وهنا كاتب للمزيد من المعلومات خش على صفحتنا دي. اول ما واحد ينتبه عايز يحمل اللعبة ممكن واستفاد من الموضوع اللي فوق دوت، او المعلومة اللي انا كتبتها، او الخدمة اللي انا وفرتها له، او المحتوى دوت، هيبدأ يتابع صفحتنا دي، هيبدأ يخش على الرابط ويتابع الصفحة. تمام، فبتحدد مثلا ده كله وبتبدأ تنسخه كوبي، وبتبدأ تروح بقى الجروبات بتاعتك. انت مثلا مشترك في جروب، خلينا مثلا نخش على اي جروب عندنا، المجموعات، في مجموعات كتيرة، خلينا نخش على مجموعاتنا احنا. طب طبعا انت بتبدأ تبحث عن المجموعات اللي بتخص مجالك في البحث هنا، وبتبدأ تجيب المجموعات الكبيرة اللي فيها تفاعل كتير وتبدأ تنضم ليها، وطبعا بتتأكد ان ما فيهاش مشكلة بانك انت تنشر رابط صفحتك عليها. في مثلا ملتقى جام تمبلتس، انا مثلا ممكن اخش فيه، التفاعل فيه كويس، عدد الاعضاء كبير، 341,000، عدد كبير ده الاعضاء. اخد مثلا المنشور اللي انا جبته ده مثلا، بالشكل ده مثلا، وابدا اعمل له نشر من هنا.
او الطريقة التانية طبعا هنا اول ما يتنشر الموقع فيه تفاعل كبير، 400 مثلا 96 لايك على منشور لسه نازل من 9 ساعات بس، فطبعا ده برضو نسبة كبيرة. تبدأ تعمل تنشر موضوعك وهيجيله زوار كتير بالنسبة لموقعك أو للمحتوى بتاعك، وفي نفس الوقت هيجي إعجابات كتير للصفحة بتاعتك. الطريقة التانية اللي ممكن تبقى أسهل عليك بإنك تخش على الصفحة بتاعتك على طول، صفحتنا ممكن تكتب facebook.com/جيل تاني على طول هتفتح معاك. بالمنظر ده تبدأ تعمل لها مشاركة، مشاركة، وبتبدأ تختار تقول مشاركة في مجموعة، بتبدأ تختار المجموعة. احنا قلنا مثلا منطقة جنب تمبلت الكوميكس، مثلا مجموعة زي ديت، بيقول لك ده شكل المنشور، وبتبدأ تضغط نشر. أول ما بتعمل نشر للموضوع لو على جروب كبير أنصحكم بأنكم تدخلوا وتعملوا تعليقات عشان المنشور بتاعكم يكون ليه اهتمام معين أو يبدأ ينتشر في للأعضاء بتاع المجموعة ديت بشكل أسرع، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بالمنظر ده. تمام. بعد ما عملنا حاجة زي كده ديت كده كانت تاني طريقة معانا. طبعا ممكن ناخد نفس المعلومة اللي احنا عملنا لها كوبي ديت، نفتح صفحة كبيرة مثلا زي صفحة مدونة المحترف للمعلوميات او اصح بيسكستريم سوسايتي. تبدأ مثلا في صفحة زي ديت في مكان زي دوت، تبدأ تعمل حاجة جديدة شوية أو بالنسبة للفيسبوك نزلتها، وهي إنك أنت تبدأ تحدد إن التعليق هيكون بالصفحة بتاعتك. تضغط انتر، الصفحة بتاعتك هي ديت اللي عاملها تعليق. لو حد حط كده عليها هيبدأ يظهر له هنا إن الصفحة بتاعتك، ولو حد فتحها هيبدأ يفتح له الصفحة بتاعتك. وبكده هيكون أنت جذبت زوار كتير ومعلومات وإعجابات ومشاهدات وفيوهات كتير، سواء لموقعك على الإنترنت أو على صفحتك على الفيسبوك. ديت كانت تاني طريقة معانا، ديت كانت تالت طريقة معانا بعد ترويج الصفحة وبعد الموقع اللي هو اللايك ناشون اللي احنا فتحناه. في بقى الطريقة التالتة، أو مش الطريقة التالتة ديت، حاجة تحفيزية عشان البحث بتاع الفيسبوك، عشان البحث بتاع الفيسبوك يقدر يوصل لصفحتك أسرع وبطريقة احترافية لازم تملى البيانات بتاعت حول أو أباوت بتاعت الصفحة بتاعتك. بتبدأ تضغط حولة أو بتبدأ تضغط الإعدادات وعام، تبدأ تملى كل البيانات وبتبدأ تشوف كل الإعدادات. أدي أول إعجاب جالي هوت من منشور واحد نشرته، أعجبها اتش هشام حلمي بصفحتك. تمام. اول حاجة جنيناها من المنشور الواحد اللي انا نشرته على الصفحة دي. تبدأ تضغط عام، تحط المفضلات بتاعتك، تحط البيانات بتاعتك هنا، تبدأ تملأ كل البيانات واي اعدادات تظبطها بحيث تناسب
الزوار وتناسبك، وتمنع الكلام في خاصية بأنك أنت تقدر تمنع الكلمات ذات الفئة العمرية الأكبر سنا أو الكلمات الغير لائقة بالعرض على صفحتك، تقدر تمنعها من صفحتك. تمام؟ هنا لو دخلنا على حولة هنلاقي عندك الفئة، تبدأ تحدد الفئة أو نوع الصفحة بتاعتك بتتكلم عن إيه. هنا الاسم بتاع الصفحة، اسم المستخدم اللي هو جيل تاني دوت بتبدأ تحدده. دوت طبعا ما ينفعش يكون متكرر مرتين في الفيسبوك عموما. هنا تاريخ البدء، بداية الصفحة بتاعتك. هنا تاريخ الإصدار، يعني لو أنت الصفحة بتاعتك بتتكلم عن منتج معين أو عن شخص معين، إمتى الشخص ده بدأ يظهر في الساحة أو إمتى المنتج ده بدأ يعرض. هنا الوصف القصير، وهو دوت اللي أنا قلت لكم إن هو بيظهر في الترويج. هنا جهة التحرير، يعني مين اللي بيدير الصفحة. هنا الوصف الطويل بتاع المدونة. هنا الجوائز، لو في جائزة معينة أنت بتقدمها في الصفحة ديت. هنا الهاتف، بتبدأ تكتب الهاتف بتاعك. هنا البريد الإلكتروني، البريد الإلكتروني عشان لو حد عايز يتواصل معاك. هنا موقع الويب الخاص بيك لو عايز تضيف موقع الويب. هنا الصفحة الرئيسية، الصفحة الرسمية لو ديت صفحة فرعية من صفحة أصلية أصلا. ودوت معرف صفحة الفيسبوك اللي هو بيكون بديل لجيل تاني. يعني لو حطينا الرابط بتاع الفيسبوك بدل جيل تاني دوت حطينا المعرف دوت، هيفتح برضو الصفحة دي، وده بيكون الأساسي. كده نكون احنا هيأنا البحث بتاع الفيسبوك لأنه يقدر يوصل لصفحتنا بكل سهولة. تمام؟ كده احنا ان شاء الله هيزيد عدد معجبينا بشكل سريع وبطريقة مجانية لحد ما. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة تانية. يا ريت تتابعونا على صفحتنا على جوجل بلس وعلى الفيسبوك وعلى تويتر، وعلى تعملوا اشتراك لقناتنا على اليوتيوب عن طريق ضغط الزر الأحمر سبسكرايب تحت أو اشتراك تحت الفيديو. وإن شاء الله أي أسئلة في أي مجال يا ريت تسيبولنا تعليق تحت الفيديو دوت أو في أي وسيلة تواصل من الوسائل ديت، وتنضموا لمدونتنا عن طريق الضغط على علامة الزائد هنا أو البلس عشان تنضم لمدونتنا وتتابعنا على تكون تضيفنا في دوائرك أو في أصدقائك في جوجل بلس، وتتابع مشاركتنا الجديدة وإن شاء الله في تقدم. وشكرا لكم كلكم على متابعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.